أنا اسمي أثير توماس توم. طموحي يعني في الحياة إني أقدم كرة قدم جميلة وإني أسعى لقدام إني أكون لاعب محترف في الدوريات الأوروبية. كرة القدم يعني هي حياتي وهي مبدأ أساسي وهي يعني طموحي كلها. إني كرة القدم دي يعني تعني لي حياة كثيرة في أسرتي في نفسي أنا ذاتي. يعني شعور جميل إن الواحد يقدم لدولته خدمة زي كأنك أنت محارب لأجل الوطن، أنت مثلا بتقضي ضحية لأجل الوطن. يعني الوطن ده فوق كل حاجة، ندعم الدولة وندعم كل الرياضيين إنه يقفوا ويكون في سلام في البلد. My country, my dreams, are you game?